الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الفنون الآلة تعتبر من بين أهم فنون التراثية المغربية اللي كاينة في المغرب، ولهذا تم اختيار هذه السنة لهذا الموضوع هذا، لأنه غادي نشتغلوا فيه كذلك على مجموعة من 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 من, من الفنون سواء بالمغرب أو خارج المغرب من الجزائر وتونس وكذلك فرنسا. غادي يكون حاضر معنا الموسيقى الآلة الجوقدية عبد الكريم الرئيس برئاسة محمد بريول، غادي يكون معنا في المنوف الجزائري مع عباس الريغي، غادي يكون معنا علام عون كذلك في المنوف التونسي. هذا بالإضافة التجربه اللي دخلنا في هذه السنتين ديال التجارب الشبابيه. العام اللي فات اشتغلنا مع عصام كمال واشتغلنا مع الامير علي في مجموعه من القصائد. هذه السنه هذه يحضروا معنا شباب وشابات جداد اللي كيخدموا في التجارب الجديده، على راسهم مرضوان الاسمر اللي شفتوا اليوم في الندوه الصحفيه يقدموا واحد النموذج. غادي تكون معنا بيان بالعياشي، غادي تكون مع فاطمة الزهراء قرطبي، غادي يكون معنا كذلك عبير العابد اللي كانت مؤخرا في نهائيه عرب طالنت. هذه الفنانه حنا كنراهنوا عليهم على ان نعطيو دفعه جديده لهذا الملحون هذا بانشاده بطريقه جديده وبتوزيع موسيقي جديد، هذا مع الحفاظ على الجانب الاصيل والجوق ديالنا اللي كيتكون 26 عازف من امهر العازفين بالمغرب ومنشدين ديال الشيوخ الملحون اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.